السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. ما في شرح لحق اي شيء، لكن بشرح لكم انطباعي لحق ابل او كيف تعاملت مع ابل هنا من تيته هنا في امريكا تقريبا باقي شوي على 10 سنوات. المهم راح اقول لكم الاشياء وكيف كبدايه. مره المرات طاح علي الايفون 5S، اول ما شريته كنا نقلنا وعزكم الله طاح في الحمام واخترب الايفون، طاح في ماي. وديت لحق ابل، توقعت انه خلاص عيب مصنعي وراح ادفع القيمه مثلا كامل، لكن تفاجات اني دفعت $200 وعطوني ايفون 5S جديد. هذا اول مره يخترب عندي ايفون، فعجبتني الحركه. ما توقعت ان ب $200 راح ابل تعطيني ايفون جديد. كذا مره مثلا قبل سنتين رحت لهم في ابل ستور نفس المتجر حق ابل، كنت مسافر رايح لهم لان في منطقتنا ما في محل ابل رسمي، فكنت بغير البطاريه حق جوال عندي 10 تقريبا كذا على حولها، خلاص بنتقل على التنس. قلت ليش ما اغيره واخليه، ونزلت الحق الاهل بعدين في السعوديه ورحت لهم قلت لهم ان بغيره، قالوا لي ان جهازك شغال ما في شيء. قلت لهم ما في شيء يعني، قالوا خلاص سوي موعد احسن لك لانك مو شيء طارئ يعني. سويت موعد اليوم الثاني، رحت لهم عطيتهم الجهاز، قالوا لي $70. قلت لهم اوكي، بطاريه وجديده $70 بعد استخدامي سنه، رفرش حلو. عطيتهم الجهاز وقالوا لي ساعه وراح يخلص. والله ساعه ورجعوا لي الجهاز كامل جديد ما في شيء يعني. وحتى تكلمتهم عن كيف العازل اللي داخل حق الماي، قالوا لا نركب جديد وكل شيء، فجهاز يرجع بطاريه جديده ونفس جهازك يعني، ما في فرمات ما في اي شيء. فحركة حلوة عجبتني. الأسبوع اللي راح صارت لي مشكلة مع سماعة أبل. كنت لابس السماعة وكنت أتمشى برا، طبعا هذا الجديدة، وما أدري حسيت بشيء مأذني ودقيتها كذا السماعة وطارت السماعة وطاحت في الأرض. شلتها وركبتها وقمت أستخدمها، لكن حسيت بعدها بيومين ثلاثة أيام أسمع في زي الطقطقة في نفس السماعة وأنا أتكلم أو حتى طافي الجهاز. قلت أدري ليش، خلني أكلم أبل. دخلت برنامج أبل سبورت في نفس الجهاز عندي، كلمتهم وبالغلط دقيت عليهم سكرت بالغلط يعني، كان مكان ما يساعدني اني اكلم، فدقوا عليهم اعطيتهم مشغول. دقوا علي مره ثانيه اعطيتهم مشغول، قلت خلاص غلطان ارسلوا لي فويس ميل، ما رديت عليهم. اليوم الثاني دقيت عليهم، كلموني جلست معهم يمكن تقريبا نص ساعه بيجلسون، انا تعبت انا مليت والله وارجع اكلمهم، لكن تجلس معك شو السالفه شو المشكله شو اللي صار، طيب غير الجهاز. قلت بغيرت الجهاز، شبك على جهاز ثاني، شبكت على جهاز ثاني، شو السوفت وير على الجهاز الثاني، لازم يكون سوفت وير مش بيته. جربت طفينا الجهاز نستخدم، قلت الصوت حتى لو انه مش شابك على اي جهاز. فقالت لي خلاص عندك حل واحد، ان نجيب لك ايربودز جديده اللي على اليمين. قلت لهم اوكي، شو البروسيس شو الاشياء اللي لازم اسويها؟ قالوا خلاص نرسل لك ايميل، جات ايميل على الجوال، اضغط عليه ادفع $89 قيمه الايربودز نفس اللي على اليمين. طبعا هو الايربودز مجانا، لكن تدفع $89 علشان يرسلونك ايربودز جديده. وجات لي الايربودز الجديده هذه في العلبه، فتحتها طلعت بس فرده اليمين موجوده، وفي تبس برضو القطع الجلد. تفاجأت ما قلت لهم تبس، لكن يجي لك كذا القطع، ومحطوط استبات كيف تعرف على الجهاز، انك تركبه بالحطه بالشاحن تضغط زر الورا لين تشبك على الجهاز وتتعرف على الجهاز الجديد مع السماعه اللي صار اللي موجود عندك. وبرضه في ورقه داخل مثل ما تشوف باللون الابيض يعلمك السبات كلها باشياء تافهه، بس ابغى ما ادري ليش، كيف تفتح العلبه، كيف تشيل الايربودز، تفتح الكرتون تطلعها تسوي كل شيء، ترجع الايربودز لحقتك اليمين في نفس العلبه وتسكرها وترجع دي كلها مكانها وتسكر العلبه مع الايربودز القديمه. التبس ما حركتهم، طلعتهم جربتهم جدا تجيب ولا عندي ممتازه ما فيها اي شيء ليش استخدمهم، حطيتهم فيهم. وبرضه في ورقه هنا في الخارج انك تفتحها بس فلب، ما راح افتحها لان فيها الادرس حقي، لكن موجوده هذا الليبلز حق الشحن بس. خلاص الحين بس اروح فيدكس اعطيهم الكرتون هذا اللي فيه الايربودز القديمه ويرسلون حق قبل مره ثانيه، وتاخذ 3 ايام الى 4 ايام على ما توصل عند دبل، لانه وصلت عندي بعد يومين من كلمتهم. تفاجات انا توقعت انه بعد اسبوع او شيء، يومين وصلت لي. واذا وصلت عند دبل وكل شيء خلاص يرجعون لي الفلوس. الفلوس $89 اخذوها بس هولد لحق لا قدر الله اني مثلا سرقتهم او انه ما فيه شيء السماعه اصلا، وخليتهم يطلبون لي سماعه ثانيه وتجيني ولا راح اعطيهم اياها السماعه الموجوده عندي. فقالت لي انك بس تجيك هذه وتشيل الجديده تستخدمها وتشيل القديمه الخربانه وتحطها داخل وترجع تشحنها لنا، وبعدها بثلاث ايام اربع ايام راح نرجع لك $89. فهذه الاشياء اتوقع ان عندكم شركه من الشركات تسوي كذا، هل تعرفون شركه تهتم في العميل كذا كثير؟ واكتبوا لي تحت في التعليقات اذا عندكم شركه، واكتبوا لي تحت التعليقات اذا كنتم مثلا في الدول الخليج وفي الابل سبورت اللي هو رقم الدعم الفني الابل، اذا واجهتكم مشكله وكلمتوا ابل شو الاجراءات اللي سووها معاكم وكم طولوا؟ يعني تحس انه الموظف يجلس معاك دوامه كامل يجلس معاك. ما اتوقع في شركه زي كذا، بس انتم اكتبوا لي تحت التعليقات هل عندكم اكسبيرينس او شيء سويتوه مع ابل كذا في خدمه العملاء وتفاجاتوا بالاشياء اللي تسويها. فبس هذا الكلام كله، حبيت بس اشارككم الاشياء اللي سويتها مع ابل والاشياء القديمه برضو. في اشياء ثانيه لكن الانسان وطبيعته ما ادري ليش لو صارت مشكله
ما راح ينساها، لكن شيء طبيعي شيء حلو ننساه. لكن شكرا أبل على الأشياء اللي تسويها. برضو عندي تذكر قبل شوي، قبل 7 6 على وقت الايفون 4، نسيبي في السعودية عنده ايفون 4 واستخدمه 2 أو 3 سنوات، بعدها اخترب. طبعا اخترب كذا مرة، ودى محلات غير الشاشة وغير ما ادري ايش اللي فيه، وبعدها قال كل مرة غيره بيخترب مرة ثانية، فبجيب لك بتشوف هنا أبل. رسالة لي، رحت حق أبل قالوا خلاص نغيره. فتحوا الجهاز بعدها بيوم تقريبا، كلموني قالوا لي تعال. رحت لهم قالوا لي ما نقدر نغيره، احنا راح نقدر نغيره عادي عندنا، حتى لو ان الجهاز مفتوح هنا في امريكا عادي، حتى لو انك جهازك مفتوح ومغير اشياء عادي، لكن نقول ما نقدر ندخله الحين في الصيانه لان في قطع داخليه بلوط مش موجوده داخل. فهذه المشكله في بعض الصيانه عندنا في دول الخليج، يفتح الجهاز يشيل اشياء يغير القطع وما يرجع البلوط كلها نفسها في مكانها. فقالت أبل ان في بعض القطع مفقوده من الداخل، ما نقدر ناخذ الجهاز عشان نصلحه. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة واشتراك بحسابي سناب شات تشرف يضبطكم، عمل لايك المقطع ونشر المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من فضل دعاكم، والسلام عليكم.